فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فيقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عذبه قومه وشجوه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرواية فيها خطأ من الناحية الأولى، صدر هناك انت رحمة جزاكم الله خير. من ناحية الرواية ومن ناحية الحقية، أما الرواية والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه وشجوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فليس الحديث متعلقا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم يخطي نبيا قبله ضربه قومه فيخطئ كثيرون، وليس هذا الخطأ من الأمر الحادث، فهذا خطأ موجود في كتب السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن نبي قبله وبلفظ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والخطأ الثاني ما كان للرسول عليه السلام أن يستغفر المشركين بعد أن نزل النهي عن ذلك في القرآن الكريم، ولذلك فلو أنه كان للحديث علاقة به عليه السلام لكان باللفظ الأول اللهم اهد قومي وليس باللفظ اللهم اغفر لقومي، لأن هؤلاء كفار ومشركون ولا يجوز لهم الدعوة بالمغفرة.